السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج بندكات تيبيكالز، وده بيخليك تعمل الطريق بشكل جميل جدا. لو جينا نبص هنا دي في أشكال جاهزة، تقدر تختار مثلا الشكل زي دوت، فبيقولك أكسبت الشكل بتاعك، يبدأ يتطبق هنا، وكل شكل من دول تقدر تعمل عليه سيلكت، وبعد كده تختار مثلا الويتس بتاعه قد ايه، تختار الأسيتس اللي هو هيبقى موجود فيه. بالشكل دوت ممكن تختار مثلا يبقى الناس مش سيئة كده، وممكن تكتشر اللي هي الماتيريال اللي موجودة هنا، السرعة قد ايه، السبيس بينهم قد ايه، عايز يبقى فيه ليبل موجود ولا لا، الليبل اللي هو فوق دوت، الليبل هاي ارتفاع قد ايه بالشكل دوت، نرجعها تاني 1200. طيب لو جينا بقى عايزين نعدل في الطريق، فلازم اجي هنا عن سيكشن وابدا اختار السيكشن اللي انا عايز اضيفه، وابدا اضيفه بالشكل دوت. طبعا تقدر تدخل هنا وتعدل الويتس زي ما انت عايز عشان يبقى حاجه مناسبه بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعمل ريندر، هدوس على الريندر، ده المكان اللي فيه الصور، ده الكواليتي، تبدا تختار الكواليتي اللي انت عايزها، هنا الريزوليوشنز الفيديو كام فريم في الثانيه، وهنا الفيديو كواليتي، السيتنج السكرين شوت هصدرها مع الالفه بتاعتها، ده هنا باخد سكرين شوت وهنا بسجل فيديو، وبعد كده اقول له ستوب ريندر. طب الحاجات دي كلها موجوده فين؟ الحاجات موجوده هنا في الفولدر ده، فانا بقول له انا عايز اشوف الفولدر اللي اسمه ريندر، رايت كليك وبقول له اوبن، بيبدا يظهر بقى معايا الصور. وفي فيديو في الاخر اهوت.